السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا الاطر المرجعيه للامتحان الوطني ماده الرياضيات بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه واللي كيقراو باللغه العربيه، يعني خيار عربيه. هنا ما غندويش على خيار فرنسيه لانه انتم عندكم اطار مرجعي خاص بكم بوحدكم. دونك بالنسبه للتلاميذ ديال الباك، شنو هو الاطر المرجعي اللي غتعتمدوا هذه السنه؟ هو اخر اطار مرجعي تصدر من الوزاره يعني قبل فترة كورونا، واللي هو الإطار المرجعي ديال سنة 2014 بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية خيار عربية. دونك هاد العام ما تصدراتش الأطر المرجعية المحيّنة لأن الدراسة كانت بشكل عادي. دونك غادي نبداو بالنسبة للمجال الرئيسي الأول اللي هو المتتاليات العددية. خصك يعني تستعمل المتتاليات الهندسية والحسابية في دراسة أمثلة من هاد الشكل هذا، كذلك تستعمل نهايات المتتاليات المرجعية، وكذلك مصادق التقارب لتحديد نهايات متتاليات عددية، كذلك تحديد نهايات مركب متتالية وكذلك دالة متصلة، دراسة تقارب متتالية على شكل U إن زائد واحد كتساوي F دو U إن، كذلك استعمال المتتاليات في حل المسائل. بالنسبة للمجال الفرعي الثاني اللي هو الاتصال والاشتقاق ودراسة الدوال، غيطلب منك دراسة اتصال دالة في نقطة باستعمال يعني حساب النهايات، كذلك تحدد صورة قطعة ولا مجال بدالة، كذلك تطبيق مبرهنة القيم الوسيطية، كذلك تطبيق مبرهنة القيم الوسيطية في حالة دالة متصلة، دراسة قابلية الاشتقاق دالة في نقطة وعلى مجال، تحديد الدالة المشتقة، كذلك الرتابة ديال دالة، وثم تحديد الإشارة ديال دالة انطلاقا من جدول التغيرات، كذلك الحل المبياني، المعادلات من شكل اف دو اكس كتساوي جي دو اكس، تحديد المشتقة ورتابة الدالة العكسية، تحل المسائل بتوظيف القيم الجنوبية والقصوية، كذلك تحديد الدول الأصلية، استعمال صيغ الاشتقاق لتحديد الدول الأصلية، تمكن من لوغاريتمات، حل يعني معادلات ومتراجعات ونظمات لوغاريتمية، نهايات لوغاريتمية، حل معادلات ومتراجعات أسية نيبيرية، وكذلك النظمات إلى آخره. بالنسبة للحساب التكاملي، كذلك تضيف الدالة الأصلية والتقنية ديال المكاملة بالأجزاء، خاصية التكامل، مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنين، وكذلك حجم الجسم المولد بدوران منحنى دالة حول محور الأفاصيل. بالنسبة للجبر والهندسة، كذلك عندكم الدرس ديال الجداء السلمي، يعني جميع الدروس كاينة، تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء، يعني تحدد المعادلات الديكارتية إلى آخره، الجداء المتجهي، يعني تحسب مساحة المثلات باستعمال جداء المتجهي إلى آخره، كذلك الأعداد العقادية، يعني هنا في المحاور اللي غيكونوا يعني الإزاحات، تحاكي، الدوران، حل معادلات، كذلك باستعمال يعني في مجموعة الأعداد العقادية، وآخر حاجة حساب الاحتمالات، يعني التعرف على استقلالية حدثين ثم استعمال نموذج التعداد المناسب حسب الوضعية اللي غادي يعطيوك. دونك هادو يعني المحاور اللي كاينين في كل درس، هنا كيبان لكم بأن جميع الدروس راه كاينه، لان هذا العام الدراسه كانت بشكل يعني عادي، ما كانت لا كورونا لا والو. بالنسبه لجدول التخصيص ضروري انكم تشوفوه. بالنسبه للمتتاليات العدديه لاشتقاق ودراسه الدوال والحساب التكاملي، نسبه الاهميه ديالهم هي نص الامتحان 55%، يعني التحليل عليه 55%، غياخذوا نقاط كبار بزاف. بالنسبه للجبر والهندسه، عندك الاعداد العقاديه وحساب الاحتمالات 30%، الا قلنا على 20 يعني الاعداد العقاديه والاحتمالات غتكون مثلا عليهم 6 نقاط، التحليل يعني غتكون عليه واحد 11 نقطة، وبالنسبة للجداء السلمي والمتجهي غيكون عليه تقريبا 3 ديال النقاط. مزيان، غير باش نوريكم درجة الأهمية ديال كل شي حاجة، ركزوا بزاف على التحليل وكذلك الأعداد العقادية والاحتمالات. دونك كنتمنى لكم التوفيق والنجاح الجميع يا ربي. بالنسبة لباك الأطر المرجعية لجميع المواد غنحطها لكم في لاشين، وبالنسبة اللي بغى هاد البي دي اف على شكل أوراق بحال هكا راه غتلقاوهم في بوست في يعني في الحساب ديالي على الانستغرام اللي هو بروف عبدو. هادشي اللي كنخوض نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.